جمعية مدارس ومراكز تدريب كرة القدم بدعم من ذوي النوايا الحسنة والرابطة الفرعية لكرة القدم بالدائرة الثامنة رأت بطولة استقطاب المواهب النور بعد إن كانت فكرة لتجمع 20 فريقا لكرة القدم. تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، حيث تحتوي المجموعة الواحدة على 5 فرق، بطولة هدفها إعطاء المدربين الفرصة للتعرف على ما بذلوه من جهود في تدريب لاعبيهم للعام 17 و 2018 و 2000 حسب ما صرح به المنظمين. جاد عند الشباب يلعبوا بال عشان الشباب ده يدور يسوي بال انا جاد ده يتور قدام وكلام بال انا جاد يتور قدام ده عشان انا ندور نعاونهم هم عندهم. المباراة الافتتاحية للبطولة جمعت بين فريق ستار أم رقيبة ومركز تدريب وادي كندي لكرة القدم في مباراة فنية ذو مستوى عالي تركزت على التمريرات الحاسمة والمتسلسلة. وفي نهاية المواجهة فقد تغلب فريق ستار أم رقيبة على نظيره مركز تدريب وادي كندي بهدفين لهدف، وبهذا فإن ستار أم رقيبة قد حصد أولى نقاطه في هذه البطولة.